خلينا بقى نروح ليعني الخبر، أول خبر معانا النهاردة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، واللي بنحتفل طبعا في خلال هذا اليوم بالذكرى 67 ليها. هذه الثورة اللي نجحت في تحقيق عديد وعديد من المكتسبات والمميزات، اللي كان على رأسها طبعا جلاء الإنجليز عن مصر واسترداد الكرامة المصرية والحرية المفقودة. ثورة هي اللي وضعت مصر على طريق التنمية والبناء والتعمير. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بنحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة اللي ضربت مثال على وعي الشعب المصري العظيم، وإن ثورة يوليو أكدت رغبة الشعب في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة. كمان السيدة انتصار السيسي هنأت الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة، وقالت على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن ثورة يوليو تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهد على إرادة هذا الشعب العظيم. أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، وقال سيادة الرئيس الأمريكي ترامب إنه الولايات المتحدة الأمريكية بتقدر تعاونها الوثيق مع مصر في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وأيضا بتسعى لتعميق الشراكة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل وتعزيز العلاقات التعليمية وأيضا الثقافية. معنا على الهاتف سيادة اللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومدير كلية الدفاع الوطني السابق. مساء الخير يا سيادة اللواء، أهلا وسهلا بيك. الخير عليك وعلى مشاهدينك الاعزاء. ذكرى 67 لثوره 23 من يوليو المجيده، الحقيقه هذه الذكرى دائما بتكون عزيزه على قلب كل مواطن مصري يعلم جيدا قدر التحديات اللي كانت بتمر بيها مصر في هذا التوقيت في العام 52، وازاي قدرت الثوره المجيده ان تفتح صفحه جديده في تاريخ مصر على كل المستويات. محتاج اعرف من حضرتك يا فندم، طبعا اولا واحده من اهم مميزات واهداف الثوره هو بناء القدره العسكريه للجيش المصري وبناء جيش قادر على حمايه الامن القومي ومقدرات الدوله وتصدي لكل الأخطار الخارجية. احنا بنعيش حاليا فترة فيها تحديات كبيرة جدا، جيشنا المصري العظيم قادر ان هو يعني يذود عن الوطن بكل ما توفر له من مقدرات وإمكانيات. كلمنا أكتر عن ثورة يوليو وإزاي قدرت ان هي تبني وتمهد لبناء الجيش الوطني، الجيش المصري القوي العظيم. شوف حضرتك، هو في الأول الثورة لما قامت أعلنت أهدافها، والأهداف دي تبقى أهداف استراتيجية واضحة جدا، ونشوف في الثورة لو نفذتها يبقى نجحت، ما نفذتهاش ما تبقاش ما نجحتش، عشان احنا بتوع العلوم الاستراتيجية بنقول اللي اتقال اتنفذ يبقى اهلا وسهلا، ما تنفذش يقول في سلبيات معينة. فالثورة قالت ايام على ايامنا احنا وجيلنا لما كنا موجودين، قالت انها عندها ثلاث اهداف اسمهم اهداف اقامة وثلاث اهداف قضاء. ثلاث اهداف الاقامة هو اقامة جيش وطني قوي، اقامة حياة اجتماعية عادلة، واقامة الحياة الديمقراطية. طيب القضاء على الاستعمار، القضاء على الاقطاع، القضاء على الراسماليه المحتكمه. طيب النهارده لما نيجي نشوف بندين، البند الاول اللي هو اقامه جيش وطني قوي، هتلاقي قصاده القضاء على الاستعمار. عمر القضاء على الاستعمار اللي كان عندي جيش يقاوم. ومن هنا لما نبص على اتفاقيه الجلاء، الانجليز لم يخضعوا، هم كانوا شغالين في الاتفاقيه دي من بعد ثوره 19، لم ينفذوا منها شيء الا سنه 54 نتيجه وجود القوى العسكريه اللي دخلت تتفاوض معاهم. فضل الموضوع كان المفاوضات تبقى مع الملك ومع السياسيين، فما كانش في قوه ضغط. لما الجيش اتعمل وتواجد في المنطقه ومسك الامور، بدات التفاوضات تجيب النتيجه بتاعتها. في خلال 20 شهر كان رحلوا عن مصر، ثم جاء عدوان 56 اللي اتصد وانتصرت فيه اراده مصر تماما على انهاء التمسك بالاستقلال وطرد الانجليز وتامين بقى القناه بعد كده. فمن هنا بنبص على ان القدره العسكريه بدات تتحط على الخريطه، او بدات تتحط على الخريطه، وهم طول عمرهم مش عايزين القدره العسكريه تكون موجوده. طبعا بعد عرابي حددوا الجيش 18,000، لما دخلوا الحرب العالميه الثانيه بدا الجيش يكبر عشان هيتشغل معاهم في الحرب. الجيل اللي دخل في الثلاثينات هو جيل الثوره اللي عمل ثوره 52، اللي هم الفقراء بتوع مصر اللي دخلوا الجيش وهم اللي عملوا بيها ثوره مصر، اللي صحوا بها وحطوا القدره العسكريه في مكانها. من منطق القدره العسكريه اللي بدات في 54 بكسر احتكار السلاح الغربي، وبدات الصفقه التشيكي تدخل
مصر، من هنا بدأت القدرة العسكرية في مصر تعلو وتزيد، ومن هنا بقى الجيش المصري له مكانة في وسط العالم. صحيح بتيجي له يدوا نكسة وكلام زي كده، إن هو استعاد قدرته وقدر يقف تاني، ودي بتبين العزيمة والتنظيم الجيد للجيش والإرادة القوية والشعب اللي بيقف في ظهر جيشه وقت الأزمة، أو العكس إذا كان بيتطلبه الشعب عايز الجيش معاه، الجيش بيكون وياه زي ما حصل في 30 يونيو وكده تقريبا. يعني حقيقة أنه كل ما بيمر عام وكل ما نستذكر وتأتي علينا ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة، نكون ممتنين أكثر من ذي قبل، وإحنا شايفين تحديات كبيرة جدا بتحيق بمصر وبتحيق بالمنطقة، لكن حقيقة أنه أهداف الثورة قدرت أنها تواجه كل هذه التحديات وتجعل مصر حتى اليوم صامدة وباقية. مش بس كده، ده هي ذخر لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. بشكرك جزيلا سيادة اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مدير كلية الدفاع الوطني السابق.